يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نجد في كتب الأصول والعقيدة بحث بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ السؤال يا فضيلة الشيخ، ما ثمرة هذه المسألة عند السلف إذا كان الكفار في النار؟ نعم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والجمهور أنهم غير مخاطبين، والثمرة إذا قيل أنهم مخاطبون يزاد في تعذيبهم، يزاد في تعذيبهم على الكفر، على تركهم الفرائض، وعلى القول بأنهم غير مخاطبين يعذبون على الكفر، يعذبون على الكفر والعياذ بالله، وعذاب الكفر شديد. نعم، الثمرة ما هي واضحة، لكن الخلاف موجود. نعم.